سليمان مفتوحة محاكمة مطبوحة سليمان مفتوحة محاكمة مطبوحة سليمان مفتوحة محاكمة مطبوحة سليمان مفتوحة محاكمة مطبوحة سليمان مفتوحة يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار ولادي عايش مقهور في بلادي عايش مقهور في بلادي بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم هنا من أجل مؤازرة الزميل المناضل الشريف الأستاذ المنتصر بوعبيد وشقيقه. أولا نود أن نقول قبل الدخول في أي تصريح بأن بعض المنابر الصحفية وبعض الصحف الورقية قامت برواية مخالفة للواقعة وبجلد الزميل وشقيقه بصيغة الجسم واستبقت حكم القضاء. هذا أولا يجب التصحيح للرأي العام بأن ما روجته بعض المنابر الصحفية والصحف الورقية هو خاطئ إطلاقا ولا علاقته بوقائع النازلة، بل استبقت ونصبت نصها في مكان القضاء والحكم مسبقا، وهذا من شأنه أن يشوش على القضية وعلى الجهات المختصة وعلى النيابة العامة وعلى كل طرف في أجهزة الدولة له الصلاحية القانونية أن يتابع أو أن تحرك المتابعة في حق هذه المنابر والصحف الورقية، لأن القضاء مستقل وأن إدلاء بهذه التصريحات من شأنه التشويش على الرأي العام وإعطاء القضية لبوسا آخر غير حقيقتها. ثانيا بالنسبة لهذا الاعتقال، نقول بأن السيد الوكيل العام للملك أحال المحكمة أحال القضية لعدم الاختصاص النوعي على المحكمة الابتدائية، هذا جانب أول. وبالتالي المسألة تتعلق بجنحة عادية غير ثابتة فيها ما فيها، وبعد استقراء قراءة معمقة للمحضر، ونحن هنا لا نتكلم من فراغ أو من وحي خيال، نقول أن المحضر مشوب بالخروقات وبالتناقضات التي سندلي اليوم بشأنها بالدفوع الشكلية بحضور هيئة الدفاع وبحضور جميع المحامين المناضلين والشرفاء. ثالثا مسألة أساسية أقول، وهذا رأيي الشخصي ويلزمني وأتحمل مسؤوليته، بأنها مجزرة حقوقية بجميع المقاييس، إذ أكثر حضور في الجلسة الاثنين الفارط أكثر حضور 150 محامي، وبعد 30 مرافعة في الصراح وتوفر جميع كافة الضمانات لحضور الزميل وشقيقه في حالة صراح، رفضت المحكمة الصراح، وهذا رأي القضاء ونحترمه، إلا أنه في قضايا أخطر وقضايا أعقد رأينا مجموعة من المتهمين يمتعون بالصراح المؤقت. سنترك المرافعات أمام ردهات المحكمة، وبيننا وبين بعض الصحف الورقية والمنابر بيننا ردهات القضاء، ولن نتوانى إلى آخر الرمق في الدفاع عن قضية عادلة وعن حقوق الزميل الشريف الحقوقي الأستاذ منتصر بوعبيد وشقيقه. سنقول بأنها مجزرة حقوقية بجميع المقاييس، ولنا ما نقوله أمام القضاء، وشكرا. أقول استهداف، أنا أحترم استقلالية القضاء، وأقول بأنه اعتقال تحكمي تعسفي در في ملابسات غامضة، والمحضر مشوب بمجموعة من الخروقات التي سنثير ما نثيره أمام القضاء اليوم، ولنا ثقة في القضاء في إنصاف المناضل الشريف والزميل الأستاذ منتصر بوعبيد وشقيقه. يعني كنشوفوا ان نفس المحضر المشاكي وبالنسبه للمحتجز يعني يعملان بنفس الدائره، هذا من ضمن دفوع الشكليه ان هناك لا وجود لاذن النيابه العامه اولا، وهذا اعتداء على حرمه المسكن الذي ضمنته المواثيق الحقوقيه الدوليه منذ الماغنا كارتا الى بيل اوف رايتس الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والى الدستور المغربي 1992 الذي اكد على تشبثه بالمواثيق الدوليه كما هو متعارف عليها عالميا، والى الفصل الاول من قانون المسطره الجنائي الذي يؤكد على قرينه البراءه. ما نقول بانه الدفوع الشكليه هي ستثار اليوم امام المحكمه، أقول ونقول وبصوت عالي بأن هذا المحضر مليء بالخروقات ولم يحترم الشكليات القانونية، لا وجود لإذن النيابة العامة، أن الضابط الذي ادعى بين قوسين وهذا شيء آخر لأن القانون فوق الجميع، نقول بأن هذا الضابط الذي ادعى الاحتجاز نفسه هو محرر المحضر، نقول أن هناك تضارب في توقيت، ونقول ما نقول هنا في المحكمة.
شكرا لكم. لا وجود لمحضر معاينة للسكر العلني. السكر العلني حق أريد به باطل أو باطل أريد به حق. السكر العلني له شكلياته في القانون وليس مجرد تدوين لضابط. أولا صفة الضابط التي ستثار نفسه من يدعي الاحتجاز، نفسه من حرر المحضر، والمشتكي يعمل بنفس المصلحة. كان حريا أن تحال على الأقل في إطار ضمانات المحاكمة العادلة القضية على جهة محايدة. وأقول بأن الدستور يعد أسمى وثيقة في البلاد، وأن الدساتير تاريخيا منذ صدورها، لا الدساتير العرفية في إنجلترا ولا الدساتير المكتوبة، تعد الضمانة للحقوق لأنها تسمو على القانون. فالدستور يسمو على القانون، والاتفاقية الدولية تسمو على القانون، والاعتبار مبدأ سمو الاتفاقية الدولية والدستور على القانون. فلا يمكننا إلا نقول أنها أجمعت على حرمة المسكن، وأن التفتيش له ضوابط قانونية خاصة. هذه مجزرة حقوقية بجميع المقاييس، والتاريخ سيسجل اليوم امتحان أمام القضاء المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساكو مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.